Hello everyone, I hope you are doing well. فيديو اليوم رح يكون مهم للمبتدئين وللمتقدمين باللغة الإنجليزية اللي عم بيعانوا من مهارة التحدث باللغة الإنجليزية. اليوم في إن شاء الله في طريقة كتير مفيدة لنتدرب على اللغة الإنجليزية ونحفظ الكلمات بطريقة إن شاء الله ما رح ننساها أبدا. بس قبل ما بلش بالطريقة حابب بلش بمقدمة صغيرة اللي هي شو تعريف اللغة؟ اللغة بشكل عام شو هي تعريفها؟ خلينا نقراها سوا. A system of communication used by a particular country or community. طب انت قلت ايه؟ يعني عم بيقولوا لنا اللغة هي وسيلة من وسائل التواصل. وين بنستخدمها؟ بنستخدمها بمجتمع او ببلد معين. طب هذا الحكي شو بيفيدنا؟ بيفيدنا انه انا اللغة هي وسيلة تواصل، في لي هدف لاستخدمها، بدي اوصل معلومة، بدي اسأل عن سؤال، بدي انفي معلومة، هذا هو الهدف الرئيسي من اللغة. اللغة بحد ذاتها بشو بتتألف؟ بتتألف من كلمات، وانا اذا حفظت كلمات كثير بسهل على حالي اني احكي، بحفظ كلمات وما انسى الكلمات وبتدرب عليهم بجمل، هي هي كلياتها. طيب، هلا انا طريقتي كالتالي، انه انا احفظ الكلمات من خلال الواقع، يعني مثال سبون سبون، اماوس، لابتوب لابتوب، frying pan a frying pan a frying pan, a stock pot a bag, or I can say a small bag. هلا من خلال الواقع انا بحفظ الكلمات وبنفس الوقت بطبق الكلمات، هيك ما تنسى الكلمه، ماشي بالمكرو، ماشي بالشارع، بتطلع وبتذكر الكلمات باللغه الانجليزيه، هيك انا بمارس اللغه وما بنساها. طيب انا بعد ما تذكرت الكلمات وبعد ما حفظت الكلمات شو لازم اسوي؟ لازم بلش الف جمل. يعني مثلا انا بقول I have three spoons. I have three spoons. One, two, three. I have a bottle of water. اللي اكبر منها اسمها دبجانة. يعني car boy. A car boy. This bottle of water is smaller than a car boy. I have just 20 lira. I have just 20 lira. انت تتكلم قد؟ Oh my god, I have just 5 lira. So I am broke. كلمة broke يعني مفلس. I have a notebook. I have a notebook. وإذا بدي أسأل عن شيء باللغة الإنجليزية بقول What we call this in English? What we call this in English? إذا في قدامي حدا أجنبي بدي أسأله عن شغلة بالإنجليزي بقول له What we call this in English? What we call this in English? Or what is this in English? What is this in English? Or I can say, what is the meaning of, if I can say to an Arabic teacher, what is the meaning of milaqa in English? He will reply like, this is a spoon. This is a spoon. Try to speak English to yourself. For example, what is my name? My name is Ahmed. I'm an English teacher. I have been teaching English for 5 years. معناتها هدول بس أمثلة أنا كيف بحسن أحكي بالإنجليزي مع حالي. طيب هذا الشيء شو بيفيدنا؟ بيفيدنا أنا مارس المحادثة. بيصير وقت بدي جملة أو كلمة دغري بتنطق على بالي، بحفظ كلمات أو حتى مو ضروري أحفظهم، يعني بمارسهم هيك بالحياة الطبيعية دغري بتذكرهم، فبقى ما عندي حجة أنا إذا ما عندي حدا أحكي معه إنجليزي. بوقف وبحكي مع حالي، بسأل حالي هذا شو اسم الغرض؟ شو اسم الغرض؟ كتير طريقة مفيدة يا جماعة، بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، بس قبل ما أنهي بتمنى تحطوا لايك للفيديو واشتراك مشان تدعموني على الاستمرار. Thank you for watching and goodbye.